من وجهة نظرك انت بتشوف ان الشباب لازم تنزل جيم؟ احسن من القهوه. انا احسن كده، احسن من يقعد على القهوه يطلع طاقته، هيبقى ايجابي احسن بقوا للمجتمع. بيهتموا بالخروجات وكده اكتر من لا الرياضه هيبقى احسن والحاجات للمجتمع، هيفيد المفيده. المجتمع احسن. انا شايف لما الانسان يبقى صحي اكتر هيعرف يأدي اكتر، في هينتج، هيفيد المجتمع. احكي لنا عن المشاكل اللي واجهتك، يعني اكيد ان انت كشخص ناجح واجهتك مشاكل كتير قوي. المشاكل اللي واجهتني مش مشاكل يعني، هي كانت احلام كنت مفكر انها تبقى صعبه، ان انا ازاي هقدر احقق اللي انا بتمناه من وانا صغير. ان يعني انا عمرك ما كنت تتخيل انك ممكن توصل لكده؟ لا كنت عارف، كنت مخطط لكده، اه والاماكن اللي هشتغل فيها والاماكن اللي هسافرها كده كنت مخطط له، اه وربنا كرمني وقف في اعمله. كلمنا شوية عن النجاحات اللي حققتها والإنجازات اللي عملتها على مدار السنين وكده. انا معايا بطولات جمهورية من وانا عندي 18 سنة بلعب بطولات، تمام. عامل اول جمهورية كذا سنة ورا بعض، سافرت بره مصر، كان اول مكان نفسي اشتغل فيه كان في السعودية، مكان كبير كده مش عايز اقول اسمه، بس كان يعني من وانا في الطالب كان نفسي اشتغل في المكان ده، فالحمد لله ربنا كرمني وقدرت اخلص الكلية وعرفت اشتغل في المكان ده. الصعوبات بقى ان انت الغربة، وان انت ازاي تكوني نفسك وتنزلي مصر تعملي كيان خاص بيكي وباسمك اه انت، اكيد فده حاجه صعبه شويه. دي اول اكيد مشكله كنت، بس الحمد لله ربنا قدر يعني توفقت ان انا اقدر احقق ده. اكيد طبعا. تمام يا كابتن، قول لنا بتفكر تشارك في بطولات الفتره اللي جايه وكده؟ انا اوريدي لسه جاي من بطوله من دبي الاسبوع اللي فات، وعملت فيها مركز كويس، بس ما توفقتش ان انا ابقى الاول، بس ان شاء الله الفتره الجايه اه مخطط ان انا هلعب تاني والمركز الاول بتاعي ان شاء الله. كلمنا عن التدريب الاونلاين، انت مدرب اونلاين وكده، ازاي الناس تشترك معاك وكده، وكلمنا شوية عن التدريب. التدريب الاونلاين دلوقتي هو بيسهل بقى يعني وقت ومجهود، بيسهل على الناس. انت نازل الجيم معاك البروجرام بتاعك، معاك التدريب، معاك التغذيه، فهو بقى بيسهل على الناس كل حاجه. فالناس بقت كان الاول على ايامنا احنا وزمان ما كانش فيه تدريب اونلاين، كان نخش الجيم المدرب يقول لك اعمل سوي، ما فيش حاجه اه اسمها طبعا تدريب ولا حتى برايفت. الحاجات دي لسه اسمها اليومين دول، اه لسه الحاجات دي طلعت لسه جديد مستجده وكده. اليومين دول علينا. بس يعني هو دلوقتي بقى الناس كلها بتلجأ للاونلاين عشان بيبقى اسهل في الوقت وفي الجهد، وحتى يعني هو شايف نفسه اللي هو كده بينجز نفسه يعني. اكيد طبعا. كلمنا شوية عن تحضير البطولات مع العملاء بتوعك، وهل بيكون سهل ولا صعب؟ لا صعب جدا في يعني. تعب ليك في الموضوع وكده؟ معايا لاعب كنت بجهزه لبطولة، انا خليت مراتي تقعد عند عماتي، وقعدت معاه، قعد معايا في البيت يومين قبل الماتش، قاعد بابا لازم كل ساعة أبص عليه وأشوفه بياكل إيه يشرب إيه قدام عيني. علشان كده معظم اللعيبة بتوعك ناجحين جدا. الحمد لله. الحمد لله. تمام يا كابتن، كلمنا عن القهوة قبل التمرين، انت بتشوف انها مهمة ولا لا؟ عادي يعني، مش حاجة اللي هي امبورتنت أوي يعني، هي حاجة بتفوقك لو أنت كسلان ولا حاجة، اه بس مش اللي هي، مضرة وكده قبل التمرين؟ لا مش مضرة ولا حاجة، زي بري ورك أوت. اه ايه مش اصعب اللي هي فترة بتعدي عليك كمدرب ومتدرب الاتنين مع بعض؟ كمدرب ان انا اكون بجهز لماتش مش عارف اشتغل مع حد، بدي كل العملاء اللي معايا اجازه وقتك. واقول لهم معلش خلص الماتش وهفوق لكم تاني، عشان ببقى الدايت بيبقى رخم شويه. هي دي الحته كمدرب دي بيبقى صعب بالنسبه لي. اه تمام يا كابتن، معانا دلوقتي صور على الهوا، كلمنا عنها بقى وكده. دي الماتش بتاع دبي لسه جاي منه، طبعا هنا ظلمت شويه، كان المفروض اخش طول اقل من الطول ده، بس الحمد لله قدرت اظهر بكونديشن كويس. انا مبطل بطولات بقالي 5 سنين والتجهيز ده في 5 شهور، فكان صدمه للكل ان انا اطلع بالمستوى ده الحمد لله وشكر لله يعني.